قررت هو أن لازم نستأنف البطولة، خاصة حتى نعرف شكون هما أبطال الدوري في جميع الفئات كما نقول في ليكسيلونس في لا بروميير ديفيزيون عند البنات أيضا. وفيما يخص كأس الجمهورية نظن بأن عندنا مازال عندنا الوقت باش نعرفوا ولا نقدروا نكملوا هذه المنافسة ولا ما نكملوهاش، ولكن عندنا متسع من الوقت نظن بأن نقدروا نديروها، ولكن ولا شفنا بأن الوقت ضيق نكملوا البطولة والكأس نقدروا نستعملوها.